يلا في السريع بقى. لا يا بابا انت يا راجل واقف تقول لنا
صوت. خلاص يا استاذ بموت فيك بصراحه زي الامر. يلا يا باشا يلا عشان ربنا يخليك لي يا راجل هتودي لنا السلعه امين. طبعا يا زين على مالك يا دكتور عامل ايه يا حاج اسمي ايه؟ والله انا قلت هي او بتحب وحكي والله العظيم حكي بنت ايه طب ينفع السكه نجم؟ السكه بعد اذنك انا جاي السكه بعد اذنك انا عشان السكه صورني بالكاميرا دكتور عشان الدنيا هنا يلا تعالى بقى صورني بقى بالموبايل لا الموبايل غبي الكاميرا هنا بقى مصورين انت في ايه في عزا راجل تصور بقى يا حبيبتي قول لي لو سمحت يا دكتور هتصور معاك ايوه كده يا حبيبي يلا يا دكتور صور زي الناس والله العظيم حلو او ربنا كفايه اوكي عليك السلام من هنا يا فندم من هنا الحركه الجميله شكرا جزيلا
انا واقف عند الجامع قلت لك عند الجامع فوق فين انت بقى الدكتورة خالد يا فندم؟ والله هي وراي اكلمك اول مركب العربيه اهو العربيه كده ممكن ناخد كلمه دكتور الو دكتور ايوه الو معلش السبيكر بتاع العربيه
صوتك صوتك مين يا مؤمن اللي جاي ده؟ معرفش والله. بتقول لي عرفه يا اخويا. قلت لك ناس خارجة وخلاص. دلوقتي
هو جاي معايا، هو جاي مع كريم. انا